دكتورة منال، سؤال الأول لحضرتك، إزاي بتقدري تحولي بنزين 80 لبنزين 95؟ انا بضيف مواد اكسجينيت اللي هي الميثانول، والميثانول منتج محلي مصري، على مواد اكس اكس، مواد يعني براءة الاختراع، فبتحول بنزين 80 ل 95 وال92، وبضيفه على النفتة، بترفع لي النفتة ب16.8 اوكتين، سواء كانت الخفيفة او التقيلة، تحول النفتة ل80 وال92. فاختراع حضرتك هو إضافة مواد كيماوية معينة على بنزين 80 يتحول لبنزين 95 أو بنزين 92. بقى اضافة الميثانول، هو منتج محلي مصري. حلو قوي. الاختراع ده بقى حضرتك رحت بيه لمين هنا في مصر، أو عملتيه إزاي الأول؟ عملته من 6 سنين، بقى بشتغل فيه من سنة 2005، وطبعا التجارب كانت بتفشل كتير معايا، لغاية ما ربنا وفقني ان هي نجحت في كل المعامل. كل الابحاث في مصر كانت بتشتغل في الموضوع ده من 30 سنة تقريبا، وما كانوش بيوصلوا النتيجة لانه كان بيبقى فيه فصل مية. فصل المية الحمد لله ثبتت معايا، وعلى المدى الطويل من درجات حرارة ناقص 5 لدرجة حرارة 55، وقعدتها قرب شهر وما حصلش فصل مية، الحمد لله ثبتت ثبات كبير معايا. فدي ده معناه انه لو حتى حد مسافر وسايب تانك البنزين في العربية، مش هيحصل له لا تبخر ولا فصل مية ولا اي حاجة، هيرجع يلاقي البنزين على حالته الطبيعية. طيب حضرتك توجهت لمين بقى بهذا البحث العلمي او بهذا الاختراع هنا في مصر؟ هم استدعتني الهيئة العامة للبترول، قعدوا معايا مرتين، وجهة اخرى سيادية، ولغاية دلوقتي لسه ما توصلناش لتطبيق عملي. لغاية دلوقتي احنا بقالنا كام سنة دلوقتي في التطبيق لا لا لا، العملي ده؟ انا عاملة البراءة يوم 28/8، لسه بقالي شهرين بس. يعني البراءة بتاعت حضرتك دي يوم 28/8 2015. 28/8، ايوه 2015. طب شهرين دي مدة كويسة يعني. يا رب ان شاء الله. طيب انت حضرتك شايفة ازاي مصر تستفيد من اختراع زي ده؟ اكيد مصر لو نفذت الاختراع ده، لانه انا مواصفاتي اللي انا عاملاها بتفوق على المواصفات الاوروبية العالمية سنة 2025، بتعديها كمان. يعني اللي اوروبا هتعمله، اللي اوروبا هتفرضه علينا سنة 2025، المواصفات بتاعتي هتعديها، فبالتالي هنقدر نتشرط على العالم. فلو مصر اتبنت الموضوع ده، فان شاء الله هيعود عليها بمليارات، وفي نفس الوقت هيبقى لها سيادية علمية. تبني مصر للموضوع ده هيجيب لها، هينعش الاقتصاد المصري كمان. في التغيير المناخ على مستوى العالم هيبدأ من السنة دي، وفي مؤتمر هيحضره الرئيس في ديسمبر عن تغير المناخ، وعن كل استراتيجية كل دولة في ان هي تقلل ثاني اكسيد الكربون. ومتهيألي الموضوع ده لو مصر تبنته هيبقى اضافة كبيرة في المؤتمر اللي جاي في باريس، المنعقد في باريس في ديسمبر. انت حضرتك حاسه ان مصر فعلا ممكن تستفيد من اختراع او من البحث العلمي بتاع حضرتك؟ والله هو ما حصلش قبل كده، يعني انا ما عنديش تجربة قبل كده لحد عمل حاجة وتبنتها مصر على المستوى العالم، بس انا عندي امل كبير، لان السياسة الجديدة سواء كانت من الرئيس او من الوزير البترول او رئيس الوزراء، عندي احساس ان شاء الله يعني مصر بتقدر العلماء. يعني يا رب، يعني ان شاء الله، اتمنى والله ان فعلا يكونوا بيقدروا العلماء. ان شاء الله باذن الله، في الف امل اكيد يا يعني رب يا ان رب. شاء الله. الف شكر لحضرتك دكتورة منال.